عايز اقول ان احط اجهاد مثلا في البدايه روم، عندي اجهاد روم ومساحه، اقدر انا ما احط حمل قد ايه؟ اعرف انا احط حمل قد ايه. برضه خلينا عشان لما اروح هناك برضه، انت مثلا احتجت ان اهو عند النص ده قسمت على المساحه، يعني معناه ان كل سنتي نص كيلو جرام على السنتي متر مربع، معناه ان كل سنتي في سنتي انت محتاج ايه؟ نص كيلو. طب لما اوصل ل 16 كيلو جرام، معناه ان انا كل سنتي في سنتي عايز 16، عارف يعني ممكن تلاقي الخليه اللي انت شفتها الصغيره دي اللي هي ممكن يبقى بوصه نص بالكتير او 2 بوصه، كل سنتي في سنتي انت عايز تحط عليه 16 كيلو، يعني ممكن الحمل ده يوصل لكام؟ تلاقي نفسك عايز لك مثلا 160 كيلو. ممكن تلاقي نفسك عايز لك كام؟ 160 كيلو، احط 160 كيلو في البتاع ده ازاي؟ تمام؟ فاكتشفنا حيله، ايه الحيله دي؟ والله الجهاز ده هتروح تلاقي فيه زراعة كده، الزراعة ده بيلف حوالين النقطة هنا كده، يعني زي الهنج كده. تمام؟ والزراعة ده فينا هو نازل منه كده كفة. وهتلاقيه مرتكز على الخلية عند الحتة دي كده، ده كده الحمل اللي جاي على الخلية. احنا بنحط الأوزان اهو. الزراعة ده بيلف حوالين النقطة دي كده هنج، ودي الخلية اللي الحمل بيأثر هنا كده على العينة. تعرف احنا عملنا دي ليه؟ دي مسألة كده يا شباب عاملة زي دي كده، أقدر أحط إن هو هنج، بحط إن هو هنج وأقول إن المسألة دي كأني حاطط حمل أهو، ودي سيمبل بيم وسكنتريفر. بس السيمبل بيم وسكنتريفر دي لها أبعاد معينة، إزاي؟ والله لو لقيت إحنا المفروض لو قلت إن ده أهو المسافة دي 10 إلا بنخلي المسافة دي إل، يعني الدراع ده إحنا حاطينه بأبعاد بحيث إن الطول ده كله يبقى قد الطول ده كام مرة؟ 10 مرات، عارف ليه؟ لو أنا حاطط نوع حمل اسمه بي أي، لو جيت تعمل مسألة استراكشر وتجيب الرياكشن أهو يطلع لك 10 بي أي. إذا أنا عملت كده ليه؟ عشان لما أحط كيلو على الكفة يديني كام على العينة؟ 10 كيلو. هوريها لكم إزاي بأربع أجهزة. يبقى ده حتة التحميل، إزاي بحط حمل قد إيه، وإزاي الحمل ده بيتضاعف ل 10 أمثال، وإزاي أقدر أوصل للسيتلمنت. خلينا كده انا من التجربه احط احط اجهاد عباره عن احوله لحمل واحط الحمل ده واخد قرايه والقرايه دي احولها لسيتلمنت، يبقى انا معايا مع كل اجهاد في سيتلمنت، اجهاد سيتلمنت. عايز اجيب ايه؟ والله بص الاقي نفسي لو انا معايا الاس اي الهبوط اللي حصل عند كل حمل، ومعايا الاتش نوت ارتفاع العين الابتدائي او الاساسي اللي هو في اول التجربه خالص، وانا عايز اجيب الاي ار المقابله للستلمنت اللي حصل ده، محتاج اجيب مين؟ الان ما معيش نسبه الفراغات الايه؟ الابتدائيه، اجيبها ازاي؟ انا والله عشان تعوض هنا لازم تجيب نسبه الفراغات الابتدائيه. اجيبها ازاي؟ والله انت عندك العينه اهي، احنا معانا العينه اهي، وانا ممكن اروح احسب لها ووتر كونتنت، اقدر اجيب لها ووتر كونتنت، صح؟ طلع من ووتر كونتنت، اخد حته عن ووتر كونتنت، طلع بكذا، يبقى انا معايا ووتر كونتنت. طب الاس ار للعينه دي بكام؟ 100% هو التجربه دي بتجرى 100% مشبعه، يعني الاس ار بكام؟ 100% 100% الجي اس العينه من التربه حد يقدر يقول لي بكام؟ تقريبا بكام؟ 2 مثلا 63%. كان عندنا قانون ذهبي كده بيقول لك الجي اس الووتر كونتنت في الجي اس بيساوي الاس ار في الاي. مش ده الووتر كونتنت نوت الابتدائي قبل ما اعمل التجربه؟ يبقى اكيد الاي دي اي نوت. فانا اقدر اوصل لمين؟ معايا الجي اس، معايا ووتر كونتنت قبل، معايا الاس ار، اقدر اجيب مين؟ الاي نوت. طب الاي نوت بقت معلومه. اقدر اروح عند اي اس اي اجيب الاي اي؟ قال لك اه. يبقى انا كده اعرف اوصل للاس اي دي. طب فرضا انا ما خدتش الووتر كونتنت قبل التجربه، في ناس هتلاقي في مراجع هتلاقي كاتب لك ايه الكلام ده بيساوي ال ممكن اقول الاي نو ناقص الاي فاينل على 1 زائد الاي نو بيساوي الاس فاينل على الاتش نو. عارف عامل الراجل؟ قال لك بقى انا مش هحسب عند الايه؟ البدايه. امال انا هعمل ايه؟ والله وانا مش هقدر اوصل للستلمنت الفاينل،
اخر ستلمنت خلاص بعد ما خلص تحميل هشيل الحمل خالص. شلت الحمل خالص. لقيت التجربه اللي مثلا كان حصل لها انضغاط 3 4 مللي، لما شلت الحمل خالص لقيته راجع تاني مثلا ل 3 ونص بدل ما كان 4. فانا الستلمنت الفاينل ده ممكن بعد ما اخلص التجربه اقدر اوصل له، صح؟ والاتش رود المفروض ان هو ايه؟ عندي. طب وانا الاي فاينل دي اقدر اجيبها؟ قال لك اه. تروح بعد ما تخلص التجربه تاخد حته تربه من اللي كانت جوه الايه؟ الكونسوليديشن. الووتر كونتنت بتاعها المفروض يكون اتغير ولا لا؟ هي مش لما بتنضغط بيطلع منها ميه، بتنضغط بيطلع منها ميه، المفروض الووتر كونتنت الفاينل ده مش هو الابتدائي خالص. بعد ما اخلص مش ممكن اروح اجيب الووتر كونتنت فاينل معايا. طب والاس ار فاينل بكام؟ ب 100% برضه هتفضل مشبعه. طب والجي اس؟ 263. اقدر اجيب الاي فاينل؟ اه. اخد الاي فاينل دي ارد لها انا اهو، اقدر اطلع الايه؟ واحسب الطول. يعني اعمل ووتر كونتنت قبل، يعمل ووتر كونتنت ايه؟ بعد. الغرض ان انا اطلع مين؟ الانوت. جبت الانوت ممكن بقى بقى كل اس اي من دول اروح اجيب الاي اي بتاعي، بقى كل اس اي اقدر اجيب الاي اي. اذا في النهايه انا اقدر اوصل لجدول كده اهو عباره عن ايه؟ عباره عن اجهاد ومين وايه؟ دي بقى افكار كتير، ده بقى اللي اقدر اطلع منه ايه؟ كذا حاجه، اطلع منه معاملات. طيب اقدر احسب من الجدول ده ايه بقى؟ اقدر اطلع منه حاجات معاملات تصنع. نطلع منه معاملات اتصال ازاي؟ قال لك والله انت ممكن تروح ترسم علاقه ما بين الاي والبي او الاي والسي. لو رسمت العلاقه دي هتبقى عامله ازاي؟ اعمل ايه؟ عندنا اول معامل بنطلعه من هنا اسمه الاي بي، ده بنسميه معامل الانضغاط. المعامل الانضغاط ده بيساوي ايه؟ بيساوي الميل بتاع الكيرف ده. ميل يعني ايه؟ يعني دلتا اي على دلتا بي. طيب لو انا جيت عند اي نقطه اهو، نقطه اهو، كنت واخد كده نزل راسي، واخد كده نزل راسي. لو انا قلت ان دي واحد او اثنين ودي واحد، المفروض ان دي سيجما 2 ودي سيجما 1. طب لو انا قلت دلتا اي هقول ايه؟ اي 2 ناقص اي 1 صح؟ على سيجما 2 ناقص سيجما 1، الرقم بيطلع بس ايه؟ ليه؟ لان اللي في واحد منهم هقول الصغير ناقص الكبير. فدايما هتلاقي القانون ده هتلاقيهم حاطين اهو اشاره عشان الرقم ده يطلع منه سالب. عشان اقول ايه؟ بدل ما اقول اي 2 ناقص إيه، لا بدل ما اقول اي 1 ناقص اي 2 اقول اي 2 ناقص اي 1 كاني قلبتها على بي 2 ناقص اي 1. يعني مش العلاقه دي بقسمها بالمقياس اللوغاريتمي؟ المفروض تعرفي الاي بي ده ان هو الميل بتاع الخط ده. هل الميل ده ثابت؟ لا، ده بيتغير ما بين اي نقطتين. انا بحسب ايه الاي في، خليك عند الحته دي ان الاي في ده لازم لما يقول لك احسب لي الاي في ده للطول بيقول لك ما بين اجهاد كذا وجهاد ايه؟ كذا. ليه؟ عشان هو متغير مش ثابت، ما بين كل نقطتين متغير. طيب في معامل كمان اقدر احسبه من الكيرف ده اهو اسمه الام في سي، بنسميه معامل التغير الحجمي. معامل التغير الحجمي ده بيساوي ايه؟ قال لك بيساوي الاي بي على 1 زائد الام. الاي بي على 1 زائد الام. طب انا اقدر استخدم الاي بي ده اعمل الام بي سي ده اعمل بيه ايه؟ قال لك والله لو انت عندك طبقه، الطبقه دي ارتفاعها اتش والام بي سي بتاعتها معاك انت حاسبها من اختبار الكونسولديشن وانا عايز احسب لها ست المين. قال لك والله لو الطبقه دي كده طبقه طبيعيه، هل هيحصل لها ستلمنت؟ لو انا جبت طبقه طين كده وحطيتها حسبت لها ام بي سي وارتفاعها اتش، دي هيحصل لها ستلمنت؟ هيحصل لها ستلمنت. امال هيحصل لها ستلمنت امتى؟ هي طول ما هي طبيعيه ما بيحصلهاش. ابدا احط دلتا سيجما يعني اقصر بزياده في الاجهاد يحصل ايه؟ خروج.
الهبوط اللي انا عايز احسبه بقى من العلاقه دي بقول السيتلمنت بيساوي الايه؟ الام في سي في الدلتا اتش اللي هو الارتفاع يعني بتاع الطبقه دي في الدلتا سيجما. ام في سي في اتش الدلتا سيجما. ده مين؟ ده السيتلمنت بدلاله الام في سي. بس خلي بالك هو انا قلت لك هنا برضو ان انت بتحسب ده ما بين نقطتين. وده بتحسبه ايه؟ لازم ما بين نقطتين لانه بيعتمد على دي. لو انا عايز اعتمد على الطريقه دي لازم اروح اجيب السيجما نون الاجابه الابتدائيه خالص. والمفروض ان انا حطيت ايه؟ دلتا سيجما. يعني بقى عندي في حاجه اسمها سيجما فاينل بيساوي سيجما نون زائد دلتا سيجما. المفروض التربه في الوضع الاولاني بقت كانت كذا، لما حطيت اجهاد وصلت لكذا. لما تحب تحسب بالطريقه دي تروح على الكيرف ده. احسب الـ AV ما بينها من نقطتين. الله يفتح عليك. التغير اللي حصل في التربه، يعني ارسم لو انا عندي ده الكيرف كان عندي في البدايه الاجهاد سيجما بعد كده وصل مين؟ سيجما فاينل زاد. كان عندي هنا نسبه فراغات اي فاينل. وعندي هنا نسبه ايه فراغات اي مثلا. لما تحب تحسب بالطريقه دي لازم لما تاخد الام في سي تاخد الميم بتاع الخط ما بين النقطتين دول. فاهم؟ او واحد ممكن يعملها العكس. عارفين العكس ازاي؟ هو واحد يقول لك هو انا مش خدت الخط مش عند النقطتين دول اقدر اجيب الاي نوت والاي فاينل؟ قال لك اه مش انت عندك الاس ار على الاتش؟ ما هي الطريقه الحته دي جايه من هنا. مش بيساوي الدلتا اي على واحد زي الاي نوت؟ ما انت عندك دلتا اي وعندك الاي نوت تقدر تروح تجيب الاس ار برضه بالطريقه. ده اول فرع من النتائج بتاعتنا اقدر من ان انا لو رسمت علاقه ما بين الاي والبي او السيجن. طيب في علاقه هتلاقيها عندنا حضرتك كده. لو انت رسمت علاقه ما بين الاي ولوغاريتم السيجن كانت هتطلع عامله ازاي؟ عامله كده. كنا بنسمي النقطه دي الماكسيمم باست بريشر وميل الخط ده السي سب سي وميل الخط ده السي سب اي. الماكسيمم باست بريشر ده اقصى اجهاد اتعرضت ليه التربه في الماضي. المفروض لو الاجهاد قل عن كده ان التربه بيحصل لها اعاده انضغاط لحد ما توصل لاقصى اجهاد اتعرضت ليه في الماضي، وبعد كده يبدا يحصل لها انضغاط ايه؟ جديد لحد ما توصل لاقصى اجهاد عادي. هو انا اقدر اجيب السي سب ار والسي سب سي من الكيرف ده؟ قال لك اه. الماكسيمم باست بريشر ده احنا بنيجي تقريبا لما بنلاقي الكيرف هو ليها طريقه بس احنا بسرعه كده بنقول ان هي النقطه اللي بيحصل عندها تقريبا الانبساط دي. دي طريقه بنجيبها هنا دقيقه بس انا عاده بقول ان هي النقطه دي خالص. طيب السي سب ار دي نجيبها ازاي؟ والله السي سب ار ده اللي هو الميل في مرحله اعاده الانضغاط. يعني هتاخد اي نقطتين هنا كده وتجيب فرق الصداق على فرق السناب. طب السي سب سي ده معامل الانضغاط. هاخد اي نقطتين هنا واجيب الميل ما بينهم. وهو ده السي سب سي. طيب انا عايز احسب الستلمنت هنا. في الحاله دي، والله عندك قانون عام قال لك لو انت معاك السي سب ار والسي سب سي تقدر تحسب الستلمنت. بيساوي ايه بقى الستلمنت؟ الاتش على 1 زائد الاي نوت السي سب ار في لوج سيجما نوت على سيجما بي زائد الاتش السي سب سي على 1 زائد الاي نوت في لوج سيجما بي على سيجما اسف سيجما فاينل على سيجما بي. ايش قانون ده؟ ده قانون الانتخاب. انا ما بعرفش اشتغل بالقانون انا مش فاهم. هو ده قانون الانتخاب بالظبط. انما انا بعمل ايه؟ والله انا عندي طبقه اهي وانا حسبت لها السي سب سي بكذا والسي سب ار بكذا والطبقه ديت سمكها كذا.
وعلى زياده في الاجهاد دلتا سيجما. والله هحسب سيجما نود الاجهادات الابتدائيه اللي هو الايفكت الاستريس يعني نتيجه وزن التربه اللي هو كام بكام، والدلتا سيجما عندي بكام الزياده في الاجهاد، والسيجما فاينل بكام، وعايز احسب سيجما نود. انا ما بحبش القانون ده، امال انا بعمل ايه؟ انا اخد سيجما فاينل وسيجما نود. بص كده يا باشمهندس، لو انا جيت حاله واحد وقعت انا اهو علاقه ما بين الاي ولوج سيجما ولقيت العلاقه دي عامله كده، جيت احط سيجما نود لقيتها هنا هنا كده، وجيت احط سيجما فاينل لقيتها هنا، يعني انا اتحركت من سيجما نود لسيجما فاينل كده. انا ايه اللي حصل للتربه؟ الاجهاد زاد من كذا لكذا. طب زاد من كذا لكذا في مرحله ايه؟ مرحله اعاده الانضغاط. يعني كل ده المفروض ان التربه دي في الطبيعه قبل كده كان حصل لها انضغاط لحد ما وصلت لحد هنا. امال ايه اللي حصل تاني لما انا شلت الحمل اللي عليها حصل لها راجع تاني. طب لما احط عليها حمل تاني يحصل لها اعاده انضغاط. لو انا عايز احسب الستلمنت في الحاله دي بقول الستلمنت بيساوي ايه بقى؟ سيبك من القانون اللي هناك ده، ادي سمك القانون. حصل انضغاط ولا عادة انضغاط؟ عادة انضغاط بس. طب عادة انضغاط شكله عامل ازاي؟ قال لك والله عادة انضغاط بحسبه بدلالة السي سب ار بتاع الريكومبريشن، عادة انضغاط على واحد زائد الاي نوت في لونج. الاجابة اتغير من كام لكام؟ من سيجما فاينل من سيجما نوت لسيجما فاينل، يبقى سيجما فاينل على سيجما نوت. طب قيس اثنين. رحت رسمت طلع لي الكيرف بالمنظر ده. حطيت سيجما نوت لقيتها هنا. حطيت سيجما فاينل لقيتها هنا. كده ايه اللي حصل؟ في مرحلة كل اللي هيحصل ده مرحلة ايه؟ انضغاط. يبقى لما احسب الستلمنت احسبه بدلالة مين؟ معامل انضغاط اللي هو السي سب سي، فهنا اقول الستلمنت بيساوي الاتش سي سب سي على واحد زائد الاي نوت لوج. انا رايح منين لفين؟ من نود لفاينل، يبقى سيجما فاينل على سيجما. متخيل؟ هتلاقي حاجات متشابهه، فانت لازم تكون فاهم. طيب نيجي للمرحله الثالثه، قيس ثلاثه. جيت ارسم الكيرف لقيته واخد الشكل ده. سيجما نود طلعت هنا. سيجما فاينل طلعت هنا. كده حصل ايه؟ شويه اعاده انضغاط وشويه ايه؟ انضغاط. فانا هحسب اعاده الانضغاط لوحدها واحسب ايه؟ شوية الانضغاط لوحده. طب حصل اعادة انضغاط منين لفين؟ والله من سيجما نول لحد النقطة دي. النقطة دي بنسميه الماكسيموم باست بريشر. سيجما نول. طب لما اجي احسب الستلمنت والله عندي شوية اعادة انضغاط احسبهم بدلالة مين؟ سي سب ار. وشوية انضغاط احسبهم بدلالة مين؟ سي سب سي. طب تعالى نقول الستلمنت كده هيساوي. خش القانون بقى. شوية اعادة انضغاط احسبهم ازاي؟ اتش. في سي سب ار على واحد زائد الاي نوت في لوج. عدد الانضغاط من اللي فين؟ من نوت لبي. من نوت لسيجما بي صح؟ يبقى هقول لوج سيجما بي على سيجما زائد الاتش سي سب سي الجزء اللي هيحصل له انضغاط زائد واحد على واحد زائد الاي نوت في لوج. الانضغاط يحصل من اللي فين؟ من بي لفاينل. من بي لفاينل. فاقوم رايح قاعد سيجما فاينل على سيجما بي. اللي هو القانون العام. دي ملخص تجربة الكونسولتيشن وايه اللي بطلعه منها وبستخدمه في ايه. فاهمة؟ حد له سؤال في الحتة دي؟